معنا احد الزائرات. اهلا وسهلا ام سيفي. اهلا وسهلا، ماجوره ان شاء الله. حبيبتي ام سيفي شوي عتب بالصوتها وهي مدويه الاحتياجات. علاوه همتي، تعال ماما تعال، ماجور حبيب علاوه. انا يسلمني. هم مدويه الاحتياجات فما تتعبون؟ يقولوا لكم لا ما نتعب. ما نتعب. تحب الامام الحسين علي؟ اي نعم. تمشي كل سنه؟ نعم. شوفوا احنا جبنا نموذج لكم ذوي الاحتياجات، سواء كان منتهي الازمه، داون، شلل، غيرها، موجودين بكثره بطريق الزهري. هذا يدل بان حب الحسين عليه السلام على الفطره.